نشرة الأخبار الرئيسة من يو تي في وأبدأها بالعناوين. الكهرباء بصدارة لائحة أولويات العراقيين، ثنائية الانقطاع والتظاهر تعقد الأزمة الموسمية، وإيران تفاقم المعاناة بقطع إمدادات الطاقة. طهران تناقش بغداد مآلات الحرب في غزة وتداعيات توسعها إلى الجنوب اللبناني، وتعلن دعمها العراق بتنفيذ طريق التنمية بعرض المساهمة. إخماد حريق مصفاة الكوير بعد 20 ساعة من اندلاعه، الخسائر الأولية تقدر ب8 ملايين دولار، و14 مصابا من فرق الإطفاء. 46 درجة مئوية تفرض حظرا على التبضع بأسواق العراق. الحر يغير ملامح الحركة التجارية ويقيد القدرة الشرائية استعدادا للعيد. التفاصيل بعد قليل. الكهرباء في العراق عليلة، الأزمة نفسها تتكرر كل سنة، والأسباب نفسها أيضا معضلة موسمية تشكل أرقا للعراقيين ومعاناة في كل صيف. أطلت الأزمة من ديالة مع ارتفاع درجات الحرارة، فتصدرت الطاقة من جديد لائحة أولويات العراقيين. ومن هذا الملف نبدأ نشرتنا اليوم، حيث توقفت خطوط نقل الطاقة الإيرانية في ديالة عن تزويد المحافظة بالتيار الكهربائي. مراسل يو تي في هناك ذكر أن الخطوط الإيرانية ديالة ميرشاد وخانقين سربيل زهاد توقفت لأسباب مجهولة، ما تسبب في تراجع ساعات التجهيز في المحافظة خلال الليلة الماضية. هذا وتعاني ديالة من تردي معدلات التجهيز بالكهرباء وتكرار انقطاع التيار إثر تذبذب الخطوط الإيرانية وتكرار انقطاعها لأسباب فنية ومالية بين الجانبين العراقي والإيراني. قصة الكهرباء المزمنة من تراجع معدلات الإنتاج وانخفاض ساعات التجهيز وصولا إلى إجراءات الحكومة لمجابهتها بمكافحة التجاوزات وإعفاء المقصرين نتابعها الآن بسياق هذا العرض. رغم ضخامة ما أنفق وإعلان الحكومات المتعاقبة عن إجراءات لحل أزمة الكهرباء، لا يزال الملف يتصدر لائحة الأزمات في العراق منذ عقود، فلا تحسن كبيرا يطرأ ولا مناص من تقليص ساعات التجهيز بالتيار، بينما درجات الحرارة تشتد كل صيف والتظاهرات المرتبطة بها تتجدد لتزيد من حالة الاضطراب والتوتر في البلاد. ولمجابهة الأزمة المزمنة شرعت الحكومة بجملة إجراءات في هذا السياق، إذ قررت إعفاء عدد من القيادات الهندسية إثر تلكؤها بتنفيذ مهامها والمضي برفع التجاوزات على الشبكة الوطنية والإسراع بإحالة المشاريع التي ثبتت كفاءتها وجدواها الفنية والاقتصادية، إلى جانب تأمين كامل احتياجات المحطات من الوقود. وحتى مع استيراد العراق نسبة كبيرة من احتياجاته من إيران، لا يزال العراقيون يعانون من تذبذب التيار الكهربائي على نطاق واسع، إذ كثيراً ما تقطع طهران إمداداتها عندما تحتاج إلى مزيد من الكهرباء في الداخل، إلى جانب الأسباب الفنية والمالية، فضلا عن التجاوزات والأعمال التخريبية التي تتعرض لها الشبكة الوطنية. وفي إطار تنويع إمدادات الطاقة الكهربائية، يسعى العراق لاستكمال الربط مع عدد من الدول المجاورة والإقليمية. ففي أذار الماضي أعلن وزير الكهرباء أن بغداد ستكمل الربط مع الكويت بحلول نهاية العام الجاري، وستبدأ في الحصول على 500 ميجاوات على أمل أن تدفع باتجاه زيادة معدلات التجهيز في البلاد. وعن حاجة العراق من الطاقة، قال علي الكريم وكيل وزير الكهرباء لشؤون الإنتاج إن البلاد بحاجة إلى نحو 50,000 ميجاوات
متوافر منها فقط 26 ألفا. الصيف نقدر عليه اللي نوفر من الطاقة حسب إمكانيات المتوفرة نوفر للمواطنين وبشكل مستدام، ولكن لا يخفى عنكم أن العراق الآن درجة الحرارة مرتفعة وتحتاج العراق بحدود 50 ألف ميجاوات، يعني أي لدينا ناقص بحدود 24 ألف ميجاوات إضافي. الوزارة قامت بمجموعة من العقود مع شركات عالمية، هذه العقود تتجاوز 15 ألف ميجاوات إضافي، ودولة خصصت أموال كبيرة جدا، ولكن نتاج هذه العقود سوف تظهر بعد سنتين أو 3 سنوات. والتارجت الرقم اللي احنا في الوزارة حددناه هو إضافي نوصل إلى رقم 55 ألف ميجاوات من 3 إلى 4 إلى 5 سنوات. شكرا. وللحديث أكثر عن أزمة الكهرباء معنا مباشرة الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش. أستاذ مصطفى أهلا بك. يعني أكثر من عقدين من الزمن وعشرات المليارات صرفت على صيانة الشبكة الوطنية العراقية للطاقة، ولكن كل صيف أيضا نعيش هذه الأزمة. ما الحل النهائي لوجود الكهرباء في الصيف كل صيف، وما يعني أين يكمن الخلل بحل هذه المعضلة الأبدية؟ نعم، بدأت حضرتك ورحب مشاهدي قناتكم الكرام. راح أبدأ يعني إجابة مباشرة سؤال حضرتك. الحل عندنا حلين فقط العراق بقى أمامه. الحل أنك تتعد اليوم تبدأ عملية التعاقد مع شركات عالمية على 32 إلى 35 ألف ميجاوات. زين، عندك منظومة أنت بقرابة 25 ألف ميجاوات، تجي 35 ألف ميجاوات، تتحدث 2060 أنت تصل ب 60 ألف ميجاوات. الذروة 2030 نحن نتوقع تصل إلى 50 ألف ميجاوات، 52 ألف ميجاوات. هذا غير إذا ما ظهرت عندك معامل وصناعة وبدأ الوضع يأخذ هذا المنحنى، فأنت راح تحتاج 60 ألف ميجاوات. فالحال إن نحن نتعاقد اليوم على من 32 إلى 35 ألف ميجاوات. طبعا هذا التعاقد إلى طرق الخاصة، إحنا ما عندنا هيك فلوس، دولة ما خزينة ما تستحمل، تحتاج إلى تعاقد بالآجل. هذا التعاقد بالآجل يحتاج إلى ضمانة سيادية على رصيدنا في الفدرالي الأمريكي. أمريكا ما تعطيك ضمانة سيادية إلا حقيقة في جنرال، وهي المعادلة المعروفة عالميا اللي سوتها أغلب دول المنطقة، سيمن جنرال جي بي مورغان، بنوك أمريكية تمول الموضوع. فهذا الحل الأول. الحل الثاني، إذا كانت الدولة غير قادرة على المفاوضات الدولية، احنا نمنح الموضوع جولات تراخيص، مو الجباية مثل ما سوت الدول الحكومات السابقة الفاشلة. لا، نتحدث عن جولات تراخيص إنتاجية. تعال يابا، أنا أريد أسوي 6 مناطق لإنتاج الكهرباء في العراق أوزعها، كل منطقة تنتج لي 5000 إلى 7000 ميجاوات. هذه إجازة استثمارية. عندك إجازات استثمارية مثلا لمناطق صناعية الكهرباء، هو يبيع لهم، صرت جباية. أكو جباية، أكو إجازات لتعزيز المنظومة الوطنية، أكو إجازات استثمارية لمدن بحد ذاتها أو محافظات، أكو إجازات استثمارية متنوعة لمدن سكنية جديدة. فبالنتيجة أطرح إجازات استثمارية، وأنا أعتقد العراق فيه كابيتال ورئيس مال ومستثمرين. إذا كانت وزارة الكهرباء تفتح هذا الاستثمار خارج الصندوق، خلي يكون واضحين الآن حقيقة الكهرباء ماكو واحد يقدر يأخذ عقد، ماكو واحد ينتج كهرباء ويبيع للدولة، ماكو حكي إذا مو قوة وعلاقات وتوسط وإمكانيات خارقة. أنا أتحدث عن موضوع استثماري كهرباء، تقول عندي عجز 32 ألف ميجاوات، راح أطرح إجازات استثمارية. أعتقد أن هناك رئيس مال في العراق قادر أنه يضع مولدات وينتج الكهرباء التي تريدها الدولة، ولا بينقلها إلها ويستلم فلوسها. والدولة على فكرة، الدولة لما راح يصير عندها إنتاج، لما تصل إلى الذروة اللي هي حقيقة الآن 42 ألف ميجاوات، خلينا نقول بين 2030 تصير 50. الذروة لما نصل لها اللي هي 6 أشهر فترة الذروة، نقدر نقعد المولدات الأهلية نخليها ستاند باي، تطل للمواطن يعني فقط في الحاجات الضرورية، وتأخذ مبلغ بسيط 5000 دينار 10000 دينار بالشهر. هنا الدولة حتقدر تجبي أكثر من 10 مليار دولار بكل بساطة. المواطن إذا لمس خلال 4-5 أشهر كهرباء 24 ساعة ويشوف أكو عملية صيانة ومنظومة، يقدر يقبل يدفع للدولة. ندخل ببعض المعالجات البسيطة، عداد ذكي، مصالحة عقارية مع الزراعة وغير، هذا موضوع متمكنين من عند الدولة وسهل، بس يكون عندك القدرة الكهربائية. هاي الحلول الآن اللي هي متاحة أمام الدولة. عملية أنا أخصص كل سنة 15-14 مليار دولار لوزارة الكهرباء
ياخذوها يروحوا يجيبوا لي 4000 5000 ربط هنا مدري شنو كلها على بعضها. انا حسب حساباتي على السياسه الحاليه اللي هي الدوله وضعتها ل 2030، في 2030 على الوضع الحالي احنا حنصل بطاقه ما تتجاوز 35 36 الف ميجا وات، واحنا 2030 راح نتجاوز ال 50 الف ميجا وات. اذا راح نبقى نفس الوضع، اكو ثلث الطاقه مفقوده وقت الذروه. الذروه هي 6 اشهر معلوم، من 6 إلى 7 يعني راح تبقى قصوى. الازمه استاذ مصطفى اللي هي استاذ مصطفى يعني الازمه راح تبقى ويانا كل صيف لسنه على السياسه الحاليه المتبعه. نعم انا اعتقد ل 2030 مستمره الازمه اذا لم تاتي يعني افكار جديده بموديل جديد، غير موديل نطي الكهرباء فلوس والسوالف، لا موديل جديد يكون اكثر يعني اكثر مرونه، اعتقد نقدر نتجاوز. على السياسه الحاليه نعم تبقى الازمه. طيب اذا ما فائده تبقى طبعا، بس هي الحسابات تبقى. ما هي اليوم وزاره الكهرباء تؤكد بانه العراق يحتاج الى 50000 ميجا وات، لكن المتوفر حاليا هو 26000 فقط. يعني هذا الرقم ما راح يتغير ولو 28 ولو 29، يعني وعدونا الكهرباء بانه بالشهر التاسع ممكن يصير 28. لا انا اعتقد ان الدوله عندها تعاقدات، الان متعاقده 4000 مع سيمنز، متعاقده 4000 تقريبا مع شركات طاقه نظيفه، متعاقده 1500 مع شركه تاهيل. لكن هاي التعاقدات على مدى السنوات، على مدى 2030 لا تكمل. هاي التعاقدات ما قاعد تتناسب مع الزياده الطرديه اللي تصير بالحجم بسبب زياده عدد السكان وزياده العوائل المستهلكه للكهرباء. فانت الان هي الذروه القصوى هي 40-42 على فكره. لكن نعم. ال 42 هاي يا سنه 24 25 توقع توصل ل 44 45 26 47، فهي كل سنه قاعد تزيد من 2000 ل 3000. هي وزاره الكهرباء الان غير الزياده الاطراديه عندها فجوه 14000 الى 15000 ميجا وات الان. فبالنتيجه مع الزياده الاطراديه هي ما قاعد تتلحق بالزياده اللي تصير. فالحل انه بباكج واحد اتعاقد على 32000 ميجا وات، مو اتعاقد على 4000 و1500 منها استيراد 50 منها استيراد، لا الحل اتعاقد له على 32 35 الف ميجا وات. هذا الموضوع ما عندنا فلوسه. طيب استاذ مصطفى حضرتك فيحتاج لنا موديل دولي. يعني من كلامك افهم الحكومات السابقه تعاقدت، هناك اتفاقيات مع كبريات الشركات، هل كل هذه العقود ما لها اي فائده بتحسين نواقع الكهرباء؟ لا، كان اكو عقود نجحت، يعني اكو عقود مثل محطات حراريه، محطه الزبيديه، الهارثه، محطات حراريه ووقود موجود نجحت وهي اليوم تغذي محافظات والمنظومه الوطنيه. اكو عقود هي مال محطات الغاز فشلت لان احنا ما عندنا غاز، وامدادات الغاز قاعد نجيبها حقيقه من ايران الان وعم ضعيفه. انت تعرف عقدنا مع الجانب الايراني هو عقد يعني مو عقد ملزم بكميات، عقد اللي هو قد عندهم قدره تصدير يصدروننا، ما عندهم قدره تصدير يخفضون، صح يخفضون بموافقه العراق، لكن هم ما مضطرين على هذه الكميات يعني بشكل مغلق. فبالنتيجه هو عقد كانه عقد يعني تصدير الفائض من الغاز والكهرباء بهذا الشكل. زين بالنتيجه انت عندك حضرتك المحطات الغازيه فشلت، الطاقه التصميميه نعم. مالتها اعتقد ما تتجاوز 60-70% من المصممه عليها. نعم. عندك محطات ذهبت في موضوع داعش وما داعش، وعندك محطات حقيقه فشلت عمليه تنصيبها يعني الان متلكئه، مشاريع متلكئه، وعندك محطات طلعت وهميه. طيب. في بعض الاحيان يعني كان المفروض انه تسوي تاهيل تسوي عمل، وعندك محطات تعاقدوا عليها وجابوا شركات منسحبت. طيب سؤال اخير، ما الخيارات المتوافره بالنسبه للعراق ثمات بدائل متنوعه من امدادات الطاقه الكهربائيه؟ انا اعتقد انه موضوع الربط مع دول المنطقه هو لا باس به، لكن هو ما يعطي كميات اللي احنا متوقعيها. يعني مع الاردن الطاقه القصوى قد تصل 450 ميجا وات. زين ماكو الف في الموضوع، يعني احنا نتحدث عن حاجه على 50000 ميجا وات. مع لا. الكويت مع الدول الخليج كلها يجي تصل الف، هي مع ايران الان من 500 الى 1500 في احسن الاحوال، فكلها ما راح تسوي لها 4000، حتى مع تركيا 4000 3000. فاحنا عندنا فجوه الان قرابه ال 15-16. الحلول يعني انا ما اعتقد حاليا متاحه غيرها. اما اتعاقد مثل موضوع مصر ومثل موضوع المغرب، اتعاقد الان مع شركات كبرى لانتاج 32 35 الف ميجا وات دفعه واحده، وقلت لحضرتك الموديل المالي مالته. نعم. او الحل الثاني اسوي جولات تراخيص في الكهرباء، افتح الباب للاستثمار الحقيقي والشركات، وهاي كثير من الشركات على فكره موضوع الكهرباء كثير من الشركات داخل او خارج تجي تستثمر وتسوي جولات تراخيص وتربح
بس يكون الموضوع يخرج عن الصندوق، يخرج عن شركات محددة صارنا 20 سنة فقط نتعامل معها، يكون اكو توسع بالعمل ومرونة وإجازات حقيقية. نعم ينجح العراق خلال 3 سنوات 4 بتجاوز هذه الأزمة. وأنا أضيف فقرة مهمة يا جماعة، موضوع الكهرباء حتى على موضوع العمل والصناعة بدأ يأثر. اليوم الصناعة العراقي لما يجي يسوي له معمل يفكر بالكهرباء 100,000 مرة، ويفكر بالمولدة اللي مولدات العملاقة 30 و40 مليون دولار. فهذا الموضوع دي يسوي حتى عندنا عدم جدوى في بعض المشاريع. فموضوع الكهرباء مو بس عاد موضوع سكن وحارة والناس مكاتلها الحار، لا أصبح موضوع يخسر الدولة 12 تريليون دينار اللي ماكو جباية، ويخسر المواطن مع المولدات، ويخسر الصناعي، ويخسر الطاقة الاستثمارية كذلك. يعني لازم حله. نعم، الخبير الاقتصادي الأستاذ مصطفى أكرم حنتو، شكرا لهذه الإيضاحات. أعلنت مديرية الدفاع المدني في إربيل السيطرة التامة على الحريق الكبير الذي التهم مستودعات في مصافي على طريق كوير بعد نحو 20 ساعة على اندلاعه. المتحدث باسم المديرية قال في مؤتمر صحفي إن 150 ضابطا ومنتسبا من جميع مراكز إربيل وأطرافها شاركوا في السيطرة على الحريق الذي نشب في الساعة 8:30 من مساء أمس الأربعاء واستمر حتى بعد ظهر اليوم، رغم مشاركة أكثر من 40 فريق إطفاء بجهود الإخماد، مضيفا أن حصيلة مصابي الدفاع المدني بلغت 14، بينهم 4 تعرضوا لحروق و10 واجهوا الاختناق. هذا وتسبب الحريق بخسائر تقدر ب8 ملايين دولار بحسب تصريح محافظ أربيل أوميد خوشناو. بحث رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني مع وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري تنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعها البلدان ودعم إيران بتنفيذ مشروع طريق التنمية الاستراتيجي واستعدادا للمساهمة فيه. السوداني خلال استقباله باقري أكد مضي العراق بتوطيد أسس التعاون البناء بما يحقق مصالح البلدين، كما أكد الجانبان على مواصلة اللجان المشتركة عقد اجتماعاتها والتنفيذ الفعلي لمذكرات التفاهم التي وقعتها بغداد وطهران في قطاعات الطاقة والأمن والتعليم والنقل وباقي المجالات الاقتصادية والحيوية الأخرى. قال وزير الخارجية فؤاد حسين إن مباحثاته مع نظيره الإيراني بالإنابة علي باقري في بغداد تناولت إشارات خطرة عن احتمال الهجوم على جنوب لبنان، محذراً من أن توسيع بقعة الحرب ستؤثر على المنطقة كلها. من احتمال الهجوم على جنوب لبنان وتوسيع بقعة الحرب إلى لبنان، لا سامح الله إذا حدث هجوم على جنوب لبنان فإن هذا سوف يؤثر على عموم المنطقة، وتوسيع الحرب خطر ليس فقط على لبنان ولكن خطر على المنطقة. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري أن على العراق وإيران مسؤولية إقليمية لتعزيز الأمن في المنطقة، مؤكدا أن رؤية بلاده تتمثل بتوسيع العلاقات مع بغداد بنحو شامل. إيران والعراق ركيزتان أساسيتان في هذه المنطقة. إيران والعراق لهما مسؤولية إقليمية من أجل تعزيز أسس الأمن والسلام في المنطقة. لذلك إن النظرة الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو تعزيز أواصر التعاون الشامل مع العراق، وفي هذا المجال لا يوجد هناك أي تلكؤ في هذا المجال، ولدينا هذه الإرادة والعزيمة في إيران في أعلى المستويات وحتى في باقي المستويات وفي كل المستويات لدينا هذا الأمر وهذا التوجه، ونرى ذلك أيضا في العراق. الحر يفرض شروطه على العراقيين، 46 درجة مئوية تفرض حظرا على التبضع. هذا الملف بعد قليل.
46 درجة مئوية فرضت حظرا على التبضع في أسواق العراق، فالحر غير ملامح الحركة التجارية وقيد القدرة الشرائية استعدادا للعيد، إذ غالبا ما تشكل الأعياد الدينية والمناسبات حافزا لتحريك العجلة الاقتصادية نتيجة إقبال الناس على الشراء. إلا أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض قيمة الدينار أمام الدولار فضلا عن تعقيدات في الإجراءات الحكومية عوامل اجتمعت لتسبب ركودا في الأسواق المحلية. ركود تشهده الأسواق في موسم يفترض فيه ارتفاع معدل الحركة التجارية، درجات الحرارة وسعر الصرف وغيرها أسباب أدت إلى ضرب الموسم التجاري قبل العيد في أسواق العاصمة بغداد. يأتي العيد على وقع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار تأثير التقلبات الاقتصادية على الأسواق، عاملان غيرا من ملامح الحركة التجارية في الأسواق الكبرى في العاصمة. الشرجة، السوق العربي وغيرها من الأسواق التقليدية للتبضع خلال العيد تعاني من ركود نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خصوصا خلال النهار الموعد الذي تفتتح فيه تلك الأسواق، إلى جانب سباق الدولار والدينار المهيمن على الحركة التجارية في عموم العاصمة، فيما فاقمت المشكلة تهديدات إزالة بعض الأسواق القديمة وبسطاتها خصوصا في منطقة الشرجة، عوامل غيرت بوصلة البغداديين التقليدية في الحصول على احتياجات العيد. هاي وضعية الشورج، سوق ماكو والورق صاعد، هاي قبل فترة وهسه وضعياتها للبسطيات، العالم ما تسوق، تخاف الأمانة، خاف تعزلها، وناس على باب الله وعايشين على البسطيات وصاحبين عوائل، شوف ذول أهل البسطيات يعني مين يجيب العالم، وهسه شغل ماكو متوقف. احنا حتى ما سوقنا، والله ما سوقنا، نعرف ماكو ناس، الناس ما جايك تجي كل سنة، يعني قبل العيد 15 يوم العالم علي تيجي توصل للسوق، بس هسه ماكو. الدولار من جهته شهد ارتفاعا أمام الدينار قبيل أيام على العيد بعد أن كان مستقرا في الفترة الماضية، لتسجل أسواق الصرف وصوله إلى حدود 147 ألف دينار لكل 100 دولار، ارتفاع عزاه اقتصاديون إلى زيادة الطلب على الدولار لغرض التجارة خصوصا خلال موسم الصيف، وتعقيدات الحصول على الحوالات التي دفعت التجار إلى التوجه نحو السوق الموازي بشكل مكثف. أما الآن بعد ما انتهت الامتحانات والسوق استقر وبدت الدولة، المسافر يحتاج دولار والتاجر يحتاج دولار، لأن السوق والأسواق تتحرك بالصيف بسبب الحاجة إلى استهلاك بعض المنتجات اللي هي أغلبيتها مستوردة، فيصير الضغط على الدولار. أما الآن شوف تأخير الحوالات الآن في البنوك تستغرق 15 و20 يوم، خلى التاجر يتوجه لمن؟ للسوق السوداء أو السوق الموازي يسحب حتى يغطي حوالاته. ومهما كانت التقلبات الاقتصادية حاضرة، يشكل العيد حركة للعجلة الاقتصادية، فيما تواصل الأسواق الموازية للدولار هيمنتها على المشهد الاقتصادي، مسببة ارتفاعا ملحوظا في السلع كافة خصوصا مع اقتراب المناسبات. من بغداد، علي أسد، يو تي في. عوامل اقتصادية وسياسية أضعفت القدرة الشرائية لدى المواطن في نينوى وانعكست سلبا على الأسواق التي بدت بحالة ركود رغم اقتراب عيد الأضحى المبارك. تشهد الأسواق العراقية تراجعا في الإقبال والحركة التجارية بخلاف المعتاد في مثل هذه الأيام السابقة لعيد الأضحى. عن نبي يونس، أكبر الأسواق التجارية في الموصل، أصبح الإقبال عليه محدودا بحسب تجار ومسوقين أرجعوا الأسباب إلى تأخير صرف الرواتب وتراجع قيمة الدينار أمام الدولار، ما أسفر عن ضعف القدرات الشرائية. يأثر سعر رفع الدولار على الحركة التجارية وعلى إقبال الناس على التبضع، اختلفت كلتها، قلت نسبة المشتريات عند التاجر وعند المشتري. من جانب ثاني، يرى آخرون أن أسباب الركود لا تقتصر على العوامل الاقتصادية فحسب، لكنها تتأثر أيضا بعوامل سياسية. يعني تشوف الوضع حيل تعبان مكركب، يعني المواطن حركته مع معنويات السياسيين، السياسيين أمورهم ماشية، المواطن أموره ماشية، السياسيين أمورهم ما ماشية، المواطن أموره ما تمشي. ومع قلة الطلب على السلع يضطر أصحاب المحلات إلى تخفيض أسعارها وتقليل نسب الأرباح للحفاظ على حركة السوق.
مسؤولون محليون في البصرة قالوا إن الأسواق المحلية تعتمد على الموازنة، فإنها كانت تخصيصاتها مرتفعة ينتعش السوق وتنخفض بخلاف ذلك، مشيرين إلى أن الحركة الاقتصادية في المحافظة فعالة وغلاء الأسعار وشح المواد يقف خلفهما تجار لكسب الربح. بالأسواق العراقية طبعا عادة في إقرار كل موازنة حسب الموازنة السوق، إن كانت الموازنة جيدة مرتفعة التخصيصات إلى المحافظات ينتعش السوق، لكنه إذا كانت الموازنة فيها إجحاف للمحافظات الكل يتخوف، لذلك يصير ركود بالسوق. أما بالنسبة لارتفاع الدولار، الدولار يعني بالانخفاض وليس بالارتفاع الصور، ونتيجة عدم وجود الأموال. الحركة الاقتصادية مسألة تدوير الدولار أو العمرة أو العملة العراقية في محافظة البصرة فعالة جدا، كل المؤسسات أو المحلات، العصب الاقتصادي في محافظة البصرة دائما في تفاعل وفي عمل. مسألة غلاء الأسعار أو مسألة شحة المواد هذه مع الأسف أحيانا يتحكمون بها تجار وأشخاص الغاية من عندها كسب الربح. إحنا كمجلس محافظة شكلنا لجنة واجتمعنا مع الدوائر المختصة قبل أيام بخصوص هذا الأمر. أعتقد ما راح يصير غلاء بالأسعار ولا راح يشح المواد، لأنه الأجهزة الرقابية الاقتصادية والأمنية راح تكون عيونها مفتوحة. يبدو أن التلويح بالاحتجاجات في المثنى أتى كله عبر استجابة هيئة النزاهة وحملتها للتحقيق في ملفات الفساد في المحافظة، فيما يطالب ممثلو الاحتجاجات بنقل ملفات حكومات محلية سابقة إلى بغداد والإسراع بحسمها. حملة كبيرة أطلقتها هيئة النزاهة للتحقيق وكشف ملفات الفساد وهدر المال العام في المثنى بعد التلويح باحتجاجات كبيرة، انتهت تفاهماتها بفتح جميع ملفات الفساد، ملفات سيحقق فيها القضاء ويصدر أوامر قبض بحق المتورطين فيها. هناك تعاون وكبير جدا ما بين المقدمين الإخبارات وما بين المحققين في هيئة النزاهة والسادة القضاة، ونحن حقيقة راضين كل الرضا عما قام به القضاة في السماوة، عملهم بشكل جيد. القاضي ينتظر الدليل، وعلى كل مواطن لديه دليل أن يقدم للقضاء، ما من الممكن أن تحكم بدون دليل، لذلك التعاون مثمر، وبعون الله تعالى في الأيام القادمة سترون بعض الفاسدين أو أغلب الفاسدين خلف القضبان. ورغم الترحيب بجدية التحقيق في قضايا الفساد، فإن ممثلي الاحتجاجات طالبوا بنقل بعض الملفات إلى بغداد، وعلى رأسها ملفات فساد بمشاريع خلال حكومات محلية سابقة وهيئة الاستثمار لكشفها والبت فيها. مشاريع ذات يعني مبالغ مالية هائلة كبيرة جدا، تجاوزت بعض منها 40 مليار، وكذلك يخص ملف مجالس محافظات السابق، وكذلك يخص مسؤولين ومشاريع كبرى، مشاريع استثمارية كبرى حدثت فيها خروقات كبيرة جدا، وهذه الملفات وغيرها من الملفات الحساسة التي فيها مبالغ مالية طائلة، لدينا رغبة ماسة باتجاه نقلها إلى محافظة بغداد أو إلى القضاء في مجلس القضاء الأعلى في بغداد من أجل التحقيق بها تحقيق مباشر. ويطالب أهالي المثنى بالإسراع بالتحقيق في هذه القضايا وعدم تأخيرها خوفا من تسويفها أو ترك التحقيق فيها، فضلا عن إصدار الأحكام القضائية الخاصة بها. من المثنى خليل بركات، يو تي في. في بابل خلاف بين مجلس المحافظة ومديرية الموارد المائية في المحافظة حول ردم بحيرات الأسماك غير المجازة. المديرية توشك على الانتهاء من ردمها مطلع الشهر المقبل، فيما تحذر دائرة الزراعة من عواقب الخطورة وتأثيرها بإنتاج الأسماك. قرابة 800 بحيرة طينية متجاوزة تستهلك كميات كبيرة من مياه الفرات في شمال بابل، معظمها في قضائي المحاويل والمسيب. تحاول مديرية الموارد المائية منذ نحو عام بحملة لتجفيفها وردمها في ظل شح المياه، ومن المتوقع أن تنتهي من ردمها مطلع تموز المقبل. تقريبا إلى 1/7 سوف يتم
تجفيف كافة البحيرات، لأن هذه البحيرات تؤثر حقيقة على توزيعات المياه وتعتبر مسطحات مائية ذات تبخر عالي، تجاوزت تقريبا 871 بحيرة. القرار صدر بالمجلس المحافظة، وإحنا كوزارة اتحادية وعندنا تعليمات وتوجيهات من قبل الجهات العليا في الوزارة، وكان توجيه هذا بالبحيرات هو من قبل دولة رئيس الوزراء. قرار ردمها كان وزاريا، هذا ما وضع قرار مجلس محافظة بابل بإيقاف عمليات الردم والتجفيف خارج التنفيذ، لكن مديرية الزراعة تؤكد أن أغلب البحيرات مشيدة على مياه المبازل ولا فائدة من ردمها لكونها مياها لا تفيد في زيادة حصص المياه، محذرة من أن الردم سيرفع أسعار السمك في السوق المحلية. المشاريع الغير مجازة المقامة على المبازل، يعني لحد الآن لم نجد تفسيرا واضحا من وزارة الموارد المائية عن قضية ردمها، علما أنه الماء اللي تستهلكه مياه مالحة لا يستفاد منه، بالتالي يذهب بعد التجميع في المصب العام. كان تنتج البحيرات هذا المنتج، وصل سعر السمك إلى 2500 أو 3000 دينار للكيلو، بينما نلاحظ الآن سعر الكيلوغرام 10000. وتتوقع مديرية الزراعة أن تستورد بابل الأسماك بعد حملة تجفيف البحيرات، بعدما كانت تغطي حاجة السوق المحلية لبابل وسبع محافظات أخرى. من محافظة بابل حيدر تشلبي، UTV. اكتفاء ذاتي وبشكل كلي تحققه شركة أور العامة في ذي قار بعد افتتاح مصهر للنحاس، فالشركة تمول نفسها بنفسها عبر تعاقداتها الناجحة مع وزارتي الكهرباء والنفط لتزويدها بالقابلوات النحاسية وصفائح الألمنيوم. تقرير لأحمد السعيدي. بافتتاح مسهر النحاس هذا تكون شركة أور العامة في الناصرية قد اعتمدت ذاتيا على نفسها بتوفير المادة الأولية المهمة في صناعة القابلوات التي تعد مع صفائح الألمنيوم أهم منتجات الشركة، إذ سجلت تعاقداتها مع وزارة النفط والكهرباء تقدما ملحوظا بعد إلزام مجلس الوزراء الوزارتين بشراء منتجات الشركة. تمتاز منتجات شركتنا بالرصانة والجودة وحاصلة على شهادة الأيزو العالمية. منتجاتنا تكون من نوعين، الخط الأول هو إنتاج القابلوات والأسلاك الكهربائية، والخط الثاني هو صفائح ومقاطع الألمنيوم. افتتحنا اليوم إن شاء الله مصهر النحاس اللي يرفذ شركتنا بالمادة الأولية الأساس، وهي قضبان النحاس اللي ممكن أن تصنع القابلوات الكهربائية والأسلاك الكهربائية. يفيدنا هذا الشيء أولا الحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد، وكذلك سرعة الإنجاز. وفي ظل سعي البرنامج الحكومي لتوطين الصناعات المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، فإن الشركة استعانت بإحدى الشركات المحلية لتطوير خطوط الإنتاج الخاصة بصناعة القابلوات. المصهر طاقة الإنتاجية من 8 إلى 10 طن يوميا على مدار 24 ساعة، نظام الحث 3 كويلات، نظام السحب أب كاستينج، قدرة الملف الواحد 150 كيلوات، يتم فرز وكبس مخلفات النحاس ثم شحنها وتنسحب على نظام 8 قوالب 8 مليم. ومع قلة التخصيصات المالية لقطاع الصناعة، يرى مختصون أن الشراكة مع القطاع الخاص مهمة لدعم الصناعة المحلية، فضلا عن تعزيز قدرة الإنتاج وتجاوز عقبات تواجه القطاع الحكومي وأهمها الروتين والبيروقراطية. لمعالجة هذه المشكلة يجب يعني إعطاء دور أكبر للصناعة في العراق، وأيضا تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، على اعتبار أنه القطاع الخاص يمتلك سيولة أكبر من القطاع العام، وبالتالي ممكن يعني بالشراكة ما بين هذين القطاعين سيتم تفعيل أو إعطاء دور أكبر للصناعة في العراق، وبالتالي هذا الموضوع راح يحافظ على يعني العملة الصعبة. وكانت شركة أور قد سجلت في العامين الماضيين إيرادات مالية تجاوزت 50 مليار دينار بعد تعاقدها مع وزارتي النفط والكهرباء لشراء منتجات مصانعها البالغة 13 مصنعا للقابلوات والألمنيوم. من الناصرية، أحمد السعيدي، UTV.
لم تعد سيارته العتيقة مجرد وسيلة نقل، بل أصبحت علامته خلال تنقله من بلد إلى آخر للتعرف إلى الثقافات المختلفة. الرحال السعودي مبارك للشيباني حط رحاله مؤخرا في البصرة كأول محطة سينطلق بعدها لزيارة بغداد ومحافظات أخرى خلال جولة نحو أوروبا. التفاصيل مع سعد قصي. بسيارته العتيقة طيرا شافرلي من إنتاج عام 1969، وصل الرحال السعودي مبارك الشيباني إلى البصرة قادما من مكة المكرمة. السلام عليكم، حياك أخوي. البصرة محطته الأولى في رحلة مكوكية سيجوب بها مدن العراق ومنها إلى أوروبا عبر تركيا. ما زرت إلا البصرة بكوني أني أنا أول مرة أدخل من الحدود، هي أول محافظة يعني. إن شاء الله المحطة الثانية حتكون في بغداد بأمر الله، وبعدها على كردستان، وبعدها إن شاء الله على تركيا. يعني خليتها على قارتين اللي هي قارة آسيا والشرق الأوروبي اللي هي دول بلغاريا إلى فرنسا. شغفه بالترحال والتعرف على الثقافات المختلفة دفعه إلى السفر متحديا العوائق. جال الشيباني أماكن عدة قاطعا آلاف الكيلومترات، لكن في البصرة التي اعتاد أهلها على إكرام الغرباء وجد فيها ما لم يجده في غيرها من المدن. يعني من دخلت من الحدود العراقية لحد ما وصلت البصرة الكل يرحب والكل يهلي والكل يعزم، وهذه بادرة طيبة وموروثة في أهل العراق. وأنا من هذا المكان أتشكر لأهل البصرة ولأهل العراق كافة على كمية الترحيب وكمية الحفاوة. ما رآه الشيباني في البصرة هنا ترك انطباعا إيجابيا لديه، وتلك صورة سينقلها إلى البلدان التي يزورها، ما يشجع العرب والأجانب على تكرار تجربته. سعد قصي، يو تي في، محافظة البصرة. نترك البصرة ونكون في العاصمة. زاره فريد الأطرش وواديع الصافي. إنه شارع العوادين في بغداد القديمة، ورشة تاريخية لصناعة العود ونقل الخبرات الموسيقية. في أزقة بغداد القديمة يفوح عبق التاريخ من شارع العوادين داخل محلة جديد حسن باشا. الشارع اكتسب اسمه من محل تصنيع آلة العود وبيعها بأعداد كبيرة، فهو مقصد لأهل الفن من مختلف البلدان العربية. ودي الصافي زار هاي دربونا صح في زمان نجم عبود الله يرحمه، الأستاذ نجم عبود والأستاذ بريخ حمدي الله يرحمه، بريخ حمدي هم زار المكان، وهمينا بالذات إلى نجم عبود. نجم عبود بعد محمد فاضل من راح منا أخذ هذا المكان تقريبا، هاي الدربون اللي غاد من عندي. وفريد الأطرش جاء بعقال لباس عربي دخل من هذا الفرع. عانى شارع العوادين الإهمال على مدار سنوات بعدما هجر كثير من الحرفيين صناعة الآلة الموسيقية الشرقية، وإن كان عدد قليل من أمهرهم لا يزال حريصا على نقل خبراته إلى الأجيال. الآلة يصير بها بعض العطلات، تنطاخ تنفطر تنكسر نصلحها، أو إدامة تنظيف الصبوغ وكذا، تبديل الأوتار حسب الشخص اللي يريد وحسب طبعا الخبرة احنا اللي نشوف شنو النقص به. ويفضل عشاق الفن والموسيقى شراء آلات العود من شارع العوادين، حيث يتراوح سعر الواحدة بين 600 دولار و3000، تبعا للخشب والأوتار واسم الصانع. نتعرف الآن على أحوال الطقس في العراق ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى.
وبهذا تنتهي النشرة الإخبارية. شكرا لكم وإلى اللقاء.